احلى بنانيت شيرو في الدنيا دي كلها. فيديو النهارده طبعا يا بنات من سلسله شيرو في المطبخ، هنعمل مع بعض النهارده اكله جديده. خلاص اول امبارح اول يوم رمضان وتاني يوم رمضان اكلنا من الاكل اللي كان لسه موجود في البيت. النهارده بقى انا دخلت المطبخ وهعمل معاكم اكله جديده، وانا متحمسه ان انا اعملها جدا لان انا اول مره اعملها، بس اكلتها كتير جدا قبل كده. وهنعمل مع بعض النهارده كسكسي. طبعا كلكم عارفين الكسكسي وثلاث ارباعكم بيحبوه، فاكتبوا لي في التعليقات انتوا بتحبوه ولا لا. في بنات كتيره جدا بتحب تاكله بسكر وحليب، في بنات بتحب تاكله برده مطبوخ، فانتوا اكتبوا لي باي طريقه انتوا بتحبوا تاكلوه. بس النهارده هنعمل الكسكسي بطريقه مختلفه، هنعمله على الطريقه المغربيه لان انا عاشقه جدا للاكل المغربي، وكلته كتير جدا عند صحباتي في المغرب، ولما كنت بشتغل في الامارات برده كانوا كل صحباتي دايما بيعملوه، فانا عاشقه ليه جدا، يعني مش عايزه اقول لكم قد ايه بحبه. فيلا بينا بقى نعمل الكسكس المغربي، وكمان اعرفكم على المقادير سوا. فيلا بينا. دلوقتي بقى يا بنات خلوني الاول اعرفكم على المقادير اللي هنعمل بيها الوصفه بتاعتنا. اول حاجه في المقادير هي البهارات. البهارات يا بنات عباره عن بابريكا وكمون وفلفل اسمر والسبع بهارات ومرق الدجاج وزنجبيل وشويه كركم وقرفه وثوم بصل وثوم بودر وورق لورا. تمام يا بنات. وطبعا يا بنات الكسكسي اللي هنستخدمه، وكمان هستخدم خضار عباره عن بطاطس وكوسه وجزر. هو مفروض كمان مع الوصفه دي ان يكون في قرع عسل، بس انا ما لقيتش خالص في السوق اي قرع عسل، تقريبا مش متوفر او شح من السوق مش عارفه. وكمان يا بنات معلقتين صلصه طماطم، وكمان يا بنات طماطم فريش وبصلتين كبار يا بنات، وكمان زبده، وهحتاج طبعا اللحمه زي ما انتوا شايفين كده، وكمان زيت يا بنات، ولو في زيت زيتون اوكي. هي دي المقادير اللي هنعمل بيها الوصفه بتاعتنا. بعد ما اتعرفتوا على المقادير وكل حاجه احنا هنستخدمها، يلا بينا نبتدي نجهز المقادير خطوه خطوه. اول حاجه طبعا انا جبت حله عشان اعمل فيها اللحمه، بس اول حاجه خلونا نجيب البصل ونبشره، يا نقطعه شرايح رفيعه. انا هقطع البصل شرايح رفيعه، يلا بينا. اول حاجه يا بنات هعملها، جهزت القطاعه بتاعتي وهجيب البصل، طبعا انا منضفاه وغسلاه كويس جدا. هبدا اقطع البصل كده لشرايح طوليه بالطريقة دي يا بنات، وممكن كمان تبشروه بالمبشرة او تفرموه في الكبة زي ما انتوا حابين. انا بحب اقطعه شرايح رفيعة كده، فهقطعه كده يا بنات. اهو يا بنات بعد ما قطعت البصل بالشكل ده هاخدهم بقى احطهم في الحلة ونبتدي نجهز المقادير سوا. اول حاجة دلوقتي يا بنات حطيت الحلة على النار، هبدأ احط شوية زيت صغيرين كده بنات زي ما انتوا شايفين. بعد كده يا بنات هبدأ انزل بالبصل اللي انا قطعته كله كده، معلش بقى يا بنات عشان انا ماسكة كل حاجة بايدي وبصور بايد وبعمل بايد، فهتلاقوا شوية الموضوع صعب، بس هحاول ان انا اوضح لكم كل حاجة. هبدأ اقلبها كده لحد ما البصلة تبدأ بس كده تاخد لون، فهنفضل نقلب كده. هنزل باللحمة. واو سامعين صوت الطش ده؟ نفضل كده نقلب فيها بقى. بعد كده يا بنات هنزل بالبهارات بتاعتي كلها كده، هفضل اقلب كده.
كده يا بنات هجيب معلقه من السمنه واحطها كده وافضل اقلب لحد ما السمنه تسيح. هبدا بقى يا بنات اجيب الطماطم الفريش وكمان هحط صلصه الطماطم كده ونقلب كويس جدا مع بعض. بعد كده يا بنات هنحط ميه يعني في ما يعادل لتر ميه للتر ونص يعني هنزود ميه كده بالطريقه دي كده يا بنات. بعد ما حطيت الميه يا بنات وقلبتها كويس جدا هسيبها بقى لحد ما تغلي شويه كده لمده 20 دقيقه 25 دقيقه وهنرجع لها تاني نكمل باقي المقادير سوا. هبدا بقى دلوقتي يا بنات اجيب الكسكسي نجهزه برضو. هبدا افتحه كده تمام يا بنات وابدا احط شويه من الكسكسي كده بالظبط. انا هعمل شويه على قدي انا وماما لان انا دايما بجرب في ماما فهحط كده شويه منه بس كده كفايه قوي اهو يا بنات ده شكله. بعد كده يا بنات هجيب الزيت احط شويه من الزيت كده عليه وتفضلي تقلبي عشان الكسكسي يتفلفل بالطريقه دي كده يا بنات زي ما انت شايفه. شفتوا يا بنات صار لونه ذهبي اهو زي ما انتوا شايفين كده بالطريقه دي كده. بعد كده يا بنات هجيب كوبايه ميه واحط كوبايه ميه عليه كده وافضل اقلب بايدي برده كده شويه يعني ما نكتروش برده ميه شويه بس كده لحد ما تحسي ان هو شرب الميه اللي انت حطيتيها كلها بس كده يا بنات بالطريقه دي. هبدا بقى اسيبه كده لحد ما يشرب الميه كلها ونرجع له تاني. بعد يا بنات ما الكسكسي شرب الميه كلها زي ما انتوا شايفين كده هجيب معلقه من السمنه هحط معلقه كده صغيره من السمنه عليه وافضل افركه كده بايدي عشان ما يعجنش في بعضه وبرده افلفله بالطريقه دي كده واخلي السمنه تسيح كلها عليه ونبدا نفلفل كده بايدينا عشان ما يعجنش. اهم حاجه ان انت تفلفلي بايدك كويس وايدك برضو تبقى خفيفه. ولو في اي طريقه تانية للكسكسي يا بنات انتوا عارفينها اكتبولي في التعليقات عشان انا كمان بحب اتعلم منكم حاجات جديده واجربها في المطبخ. هنبدا كده نفلفل. المرة التانية هنجيب كمان كوباية من المية ونحطها عليه كده ونقلبها في بعض كده ونعمل برضو كده ونسيبها لحد ما يتشربها كلها بالطريقة دي كده. هنسيبه بقى كده لحد ما المية تتشرب لحد ما الكسكسي يتشرب المية كلها بنات كده وبرضو هفلفل عشان ما يعجنش في بعضه وهسيبه كده لحد ما يشرب المية كلها. دلوقتي بقى يا بنات اهو بعد 15 دقيقة من اللحمة على النار هجيب الخضار وهحط الكوسة والجزر والبطاطس عليهم كده يا بنات وههدي النار خالص لحد ما تطيب اللحمة وتطيب الخضار كله مع بعض. وقبل ما اطفي هحط الملح لاني انا بحط الملح لاخر خالص. فده الشكل يا بنات اهو زي ما انتوا شايفين كده. مش عايزه اقول لكم جمال الريحه وحلاوه الريحه حلوه قد ايه يا بنات. هغطيها بقى دلوقتي يا بنات وهدي النار عليها. رجعت لكم تاني يا بنات للخطوه الاخيره بتاعه الكسكسي. لما حطينا الميه عليه الميه الكسكسي شربها كلها زي ما انتوا شايفين كده. هبدا افلفله بايديا عشان خاطر ما يعجنش مني وفي نفس الوقت يبقى مفلفل. اهم حاجه ان هو يديكي الفلفله دي ان انت لما تمسكيه تلاقي الكسكسو معاكي مفلفل. بعد كده يا بنات هقول لكم بقى الخطوه دي هنعمل فيها ايه.
انا بقى يا بنات جبت مصفه مخرمه، انا ما عنديش المصفه بتاعه الكسكسي فجبت المصفه دي، ويا رب تنفع. انا جربت منها شويه لقيتها تمام، فانا هبدا احط فيها الكسكسي كله كده زي ما انتم شايفين. بعد ما حطيت الكسكسي يا بنات في المصفه دي، ولو عندك مصفه اخرمها اصغر من كده يكون افضل طبعا، انا ما لقيتش عندي غير دي لاني ما عنديش في البيت اصلا اي حاجه للكسكسي، بس برضو اتصرفت وهكمل الوصفه اللي انا عملتها وابتديتها. فيلا بينا على البوتاجاز. حطيت على البوتاجاز يا بنات حله فيها ميه، الحله الصغيره انا عارفه لان هي دي المقاس اللي لما حطيت فيه المصفه لقيته هي المقاس اللي واخداه، هتفهموا قصدي دلوقتي ايه. بعد ما الميه كده تبدا تغلي وتطلع البخار بتاعها، هجيب الكسكسي واحطه عليها كده واسيبها تطيب على البخار بتاع الكسكسي، وهوريكم طبعا شكل الكسكسي هيبقى ازاي لما البخار كله يغطي ده. هجيب برضو حاجة اغطي بيها الكسكسي من فوق. بعد 20 دقيقة يا بنات من الكسكسي على البخار، هبدأ اشيل بقى كده. بصوا يا بنات الشكل كده لما تحسوا ان الكسكسي بدأ يتغير لونه وبدأ يطيب كده، هنزله من على النار دلوقتي وهرجع تاني ارده تاني، بس انا لازم اشيله دلوقتي من على النار عشان احط له الزبدة ونرجع نرجعه تاني على النار. فانا هشيله دلوقتي كده من على النار زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، وهبدأ احطه هنا تاني في الطبق ده، وبعدين هبدأ بقى اجيب الزبدة، هحط حتت من الزبدة الصفراء كده عليه يا بنات، وهبدأ بقى ايه افركه كويس جدا واقلبه كده وافلفله من بعضه، بس بمعلقة بقى المرة دي هنقلب عشان الكسكسي سخن جدا، هنفضل بقى كده نقلبه في بعضه. بعد ما خلصت فيه تقليب يا بنات كويس جدا وفلفلته من بعضه والزبدة كلها ساحت في قلب الكسكسي، هرجع بقى دلوقتي تاني يا بنات احطه هنا في المصفى دي ونرجعه كمان مرة على النار عشان يكمل بقى ايه اخر الطياب بتاعه. That's pretty good. خلاص يا بنات ما الكسكسي طاب ونزلته من على النار زي ما انتوا شايفين، هحط بقى شوية من الزبدة اخر حاجة وهقلبه بقى كويس جدا كده في الزبدة تدوب مع بعض لحد ما تسيح خالص ويبقى كده جاهز على التقديم. هبدأ بقى دلوقتي يا بنات نجهز طبق التقديم. هو في العادة بيتقدم في الطاجين المغربي، بس انا ما عنديش طاجين مغربي فانا جبت طبق. هبدأ بقى اجيب اللحمة كده يا بنات اهو، هبدأ احط حتت اللحمة الاول كده في الطبق، هحط قطعتين من اللحمة هنا زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، وهجيب احط شوية كده من الشوربة بتاعت اللحمة عليها كده. الله الريحة حلوة قوي. بعد كده يا بنات هبدأ اجيب الكسكس واحطه عليه كده، احط الجزر والكوسة وهحط البطاطس كده. وبكده يا بنات ده كان فيديو النهاردة، عملنا مع بعض احلى كسكسي مغربي على الطريقة المغربية، وكمان الشوربة بتاعت الكسكسي جامدة جدا، مش عايزة اقول لكم قد ايه الريحة حلوة قوي. وبليز يا بنات جربوا الطريقة دي هتعجبكم قوي 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 لان طعمها جامد جدا. دلوقتي بقى يا بنات هبدأ اجهز باقي الاطباق واجهز السفرة ونجهز كل حاجة عشان فاضل 10 دقايق والمغرب يأذن، فهنهي معاكم الفيديو على كده. ما تنسوش تحطوا لايك وتقولي لي رأيكم في التعليقات وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم جدا وبس والله.